أهلا بكم في تواصل دوت كوم والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. تواصل التظاهرات والاعتصامات في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق من قبل المحاضرين المجانيين والعقود والمطالبين بتثبيتهم كموظفين على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المالية. المقطع التالي الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لتظاهرات كبيرة في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية من المتظاهرين المطالبين بتوفير فرص عمل لهم، فلنتابع هذه الصور. المقطع الآخر لمتظاهرين من المحاضرين والعقود في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، خرجوا أيضا بتظاهرات تطالب بمنحهم حقوقهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، فلنتابع هذه الصور من الناصرية. بالعدد اليوم يفرح، اليوم العدد خير من الله. بالفعل حشود غفيرة في الناصرية، ونبقى مع المحاضرين المجانيين. من البصرة وصلتنا لقطات وثقها أحد المحاضرين للتظاهرات التي خرجت اليوم ضمن تظاهرات الخريجين والمحاضرين المجانيين، حيث تفاجأ المتظاهرون بتحليق منخفض للطائرات فوقهم، وهي الطريقة التي ما تعتمد عليها الحكومة دائما في تفريق التظاهرات. دعونا نتابع هذه الصور من البصرة. نذهب إلى البصرة، هناك نعم هذه الصور. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع المحاضرين المجانيين، ومنهم من غرد وقال قال تجاهل الدولة لتثبيت المحاضرين وصرف استحقاقاتهم دليل على انهيار التعليم العراقي وخلق جيل جديد جاهل غير متعلم والقادم أسوأ. أما كريم فقال المحاضر أصدق قضية نبيلة خدمت وقدمت وأسهمت في صمود العملية التربوية، وكانت بحق السد المنيع لمنع وقوع العملية التربوية في ظلام الجهل. هب لنصرتنا، فوالله لن ندخر جهدا في أجسادنا إلا واستهلكناه في سبيل تعليم أبنائنا ليكونوا بناتا للمستقبل. أما هبة فغررت وقالت نطالب بحقوقنا، لا نطلب استجداء عواطف أحد أو استجداء بعض المنح مثل ما فعلتم بالمحاضرين، نحن أصحاب
حق. أما ريما فغررت وقالت نحن مع شريحة المحاضرين الذين خدموا البلد والعباد، خدموا البلاد والعباد، منهم لسنة واثنتان وثلاث، ومنهم يصل لسبع وثماني سنوات، إيمانا منهم بأن العراق والعراقيين يستحقون الأفضل. قضية المحاضرين قضية إنصاف وطن، أنصفوا مربي الأجيال. نذهب إلى موضوع آخر وفي العراق وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نجا المحامي والناشط المدني أحمد موفق الخزعلي من محاولة اغتيال فاشلة أدت إلى إصابته برصاصتين في النجف ليلة أمس، حيث نشر الناشط مقطعا مصورا يوثقه بنفسه وهو في غرفة الطوارئ في المستشفى يعالج من إصابته التي تعرض لها، وأكد بأن هذا الفعل لن يثنيه عن قول الحق والدفاع عن حقوق المظلومين. الناشط له فيديوهات كثيرة يتم تداولها، وتم عرض عدد منها في برنامجنا، وهو يكشف فيها عن عمليات وملفات فساد في محافظة النجف، وينتقد الجهات السياسية المسؤولة عن هذا الفساد. دعونا نتابع هذا المقطع. صحيح واحد بابا الفتحة؟ عندنا بابا الفتحة؟ اي خلصت. تفاعل الجمهور العراقي مع محاولة اغتيال الناشط الخزعلي في محافظة النجف، ومنهم من علق وقال حول هذا الموضوع كأبو إبراهيم، قال كلمة الحق أصبحت في العراق تدفع ثمنها غالي، صحة وسلامة إن شاء الله. أما أحمد فقال يريدون تغييبك لأنك صوت عراقي وطني حر صدح في النجف وأسمعت العراقيين في كل مكان، سلامات، ما عندك غير العافية. أما عادل فقال تحس روحك عايش بغابة مو بدولة ويحكم النظام، الفقير والمسكين واللي ما إلى ضلع قوي ينتهي خوي، الحمد لله على السلامة. أما ثائر فقال الشفاء العاجل إن شاء الله، هذا طريق الثائرين، حقل الغام لا يعبد إلا بالدماء الشريفة. نذهب إلى محافظة ديالى ومع أزمة الوقود. في بلد يتربع على أكبر خزين نفطي في العالم، أهله محرومون من النفط الأبيض المستخدم كوقود تدفئة لا سيما مع برودة الجو في فصل الشتاء. مقطع فيديو مصور بأحد محطات الوقود في محافظة ديالى يظهر اصطفاف مئات المواطنين بطوابير طويلة للحصول على مادة النفط المستخدمة في التدفئة لتقيهم من برد الشتاء. فنتابع هذه الصور. هذا بلا تفاعل الجمهور العراقي حول هذه الأزمة، أزمة وقود النفط الأبيض المستخدم في التدفئة. فخامة رجل كما أسمى نفسه على فيسبوك يقول بربكم إحنا بلد نفط والعراقي ما عنده نفط، بيا تاريخ صاير هاي السالفة، قامت الناس ترجع على الحطب من وراء النفط. أما نوار النعيمي فيقول يريدون يذلون المواطنين، يقول طاح حظ الحكومة. ياسر السعدي يقول طيح الله حظ هيش دولة، راح نطب ب 2022 بلد النفط والشعب ما عنده نفط. أما وسام الربيعي فقال بلد احتياط النفط ب 100 مليار متر مكعب وهذا وضعه، يقول وسام. نذهب إلى موضوع آخر وإلى العاصمة بغداد.
انتشر مقطع فيديوي يظهر قطارا يحاول المرور بين أحد الشوارع العاصمة بغداد. يظهر الفيديو عدم اهتمام الناس وسواق السيارات بالقطار وعدم إفساح المجال له. ذكرت صفحات على الفيسبوك التي نشرت المقطع بأن الملام هو المواطن وليست الحكومة التي تلام في كل مرة. تفاعل العديد من العراقيين على هذا المقطع المنتشر على صفحات الفيسبوك وأكدوا بأن الملام الأول هي الحكومة التي لم تنظم حركة المرور ولم تضع عوارض لغلق الشوارع أثناء مرور القطار. قبل أن ننتقل إلى تعليقات الجمهور العراقي، دعونا نشاهد هذه الصور، الناس والقطار. يلا هاي السواق، هاي سياراتهم، هاي تفضل الثاني. يلا سيارات، قطار عمي، قطار قطار هي قطار، ده صور قطار. السيارات المخالفة يدلفون منها قدام القطار. يلا حبيبي روح تعال. هاي السيارات حبيبي على الدار. هاي السيارات شوف شلون يسابقون ويا القطار. فوضى، لماذا لا تضع الجهات المختصة تضع عوارض أو تضع إشارة مرور؟ طبعا بالمناسبة في العاصمة بغداد تشاهد العجب العجاب في إشارة المرور. إذا كانت الإشارة حمراء فالسيارات تمشي، وإذا كانت خضراء فالسيارات متوقفة. هذا يحدث في العاصمة بغداد لمن يذهب إلى هناك. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. عمر يقول لو أكو نظام مرور مثل ما دول الخارج أنه ينسد الطريق لحد ما يعبر القطار كان ما حد خالف، يعني هم صوت الدولة. أما أوراد فقالت كل الدول والمدن والقرى والشوارع أكو شيء اسمه عوارض بالشوارع بمكان اللي يمر من القطار، لو هذا الشيء ملغي بالعراق. أما محمد حسين فيقول والله مو صوت السيارات كما يقول، أنتوا السكك ليش ما تخلون قواطع من تريدون تعبرون الشارع بكل دول العالم موجودة بس أنتوا ماكو. نعم. أما ياسين فيقول بيا دولة بالعالم أكو هيش قطار يمشي بنص الشارع وما خلي له ترافيك لايت قبله؟ طبعا يقول صوت الحكومات. نذهب إلى انفوغرافيك. يستذكر العراقيون في مثل هذا اليوم ذكرى اقتحام القوات الحكومية لاعتصامات الأنبار عام 2013 وتفريقها بالقوة بعد عام من الاعتصامات السلمية التي خرجت ضد سياسة الإقصاء والتهميش، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين. يومها قالت الأنبار كلمتها وصرخ المتظاهرون بوجه نور المالكي كفاك إجراماً وفساداً وتأجيجاً لفتنة الطائفية، وسرعان ما وصلت صيحاتهم لبقية المحافظات تدعو أهلها للانضمام لتلك التظاهرات المشروعة المطالبة برفع الظلم عن جميع العراقيين. الحادي والعشرين من كانون الأول 2012 امتدت شرارة المظاهرات في الأنبار إلى محافظات صلاح الدين والديالة والتأميم ونينوى، وتحولت فيما بعد إلى اعتصامات ثابتة طالب فيها المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين الذين يقدرون بالآلاف وإلغاء القانون 4 إرهاب سيء الصيت وإسقاط العملية السياسية الحاكمة في بغداد.
لكن المالكي تجاهل تلك المطالب وأرسل قواته لاقتحام ساحات الاعتصام في المحافظات المنتفضة في نهاية كانون الأول 2013، حيث أحرقت خيام المتظاهرين وتعرضوا للقمع المفرط والاعتقالات والمجازر، وكان أبرزها مجازر الحويجة والفلوجة ومجزرة جامع ساريا بديالة، وراح ضحيتها مئات المتظاهرين. هذه فقاعة ستنتهي، ونحن نقول لهم انتهوا قبل أن تنهوا. لم يكتفي المالكي بقتل المتظاهرين وفض اعتصاماتهم، بل أعطى الأوامر لقواته باجتياح المدن المنتفضة وأحالها إلى مدن مدمرة بعد أن أحرق ودمر ما فيها من بشر وحجر بذريعة محاربة الإرهاب. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا يتكرر مشهد قمع المتظاهرين وقتلهم، بينما العدالة غائبة عن محاكمة الجناة والمجرمين. عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين وصلتنا هذه الرسالة، والتي جاء فيها: بالنظر إلى النقص الحاد في الكوادر التربوية للمدارس الحكومية، نناشدكم نحن الخريجون التربويون من غير المحاضرين بفتح باب التحاضر في المدارس وشمولنا بالعقد وقرار 315 والتنسيب على الملاك الدائم بحسب درجات الحث والاستحداث، أسوة بإخواننا المحاضرين، خدمة للعملية التربوية ولمعالجة النقص الحاصل مع فائق الشكر والتقدير. نذهب إلى الهاشتاج. حاكمهم 158، واسم أطلقه مغردون للمطالبة بتفعيل قانون الخيانة العظمى لكل سياسيين ولاؤه للخارج وكل الميليشيات التي تأتمر من الخارج وكل من تسبب بدمار البلد وخرابه. ومن العراقيين من غرد تحت هذا الوسم وقال كعمار: العراق ساحة للخونة ومليء بالأجندات الخارجية. على الحكومة تفعيل قانون 158 لردع وقطع التدخلات الخارجية وحفظ سيادة الدولة. طبعا هناك من رد على عمار وقال بأن الحكومة هي نتاج للمؤامرة الخارجية وهم جزء من هؤلاء الخونة. سيف قال: الوطن أغلى وأقدس انتماء للإنسان، وبكل بساطة يأتي زمرة ضال خونة يبيعون أوطانهم بأموال ومصالح شخصية، يجب محاكمتهم بالخيانة العظمى. أما أبو غضب فقال: يجب أن يفعل قانون الخيانة العظمى لكي يتسنى للقضاء بأن يحاكم الخونة الذين عاثوا في أرضنا فسادا. أحمد قال: لكي لا تتكرر سبايكر جريدة، زيتون جريدة، سنك جريدة، يقصد هذه المجازر التي حدثت في العراق، يجب تفعيل هذه المادة ومحاسبة كل المجرمين الذين كانوا لعبا بأيادي خارجية. نذهب إلى القصص المنوعة. ما قصة طائرات بوينغ التي تثير القلق من جديد؟ دعونا نتابع البقية مع تقرير للخليج أونلاين.
أذهب إلى موضوع آخر من مواضيع اليوم. رفضاً للتطبيع، فنانون عرب وأجانب انسحبوا من مهرجان سيدني احتجاجاً على إبرامه صفقة شراكة مع مصمم الرقص الصهيوني أوهاب ناهرين. فلنتابع. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.